بسم الله الرحمن الرحيم. شخصية النهاردة هيحارب جيش لوحده لمدة سنة. أيوة زي ما سمعت كده، شخصية النهاردة ربنا هينجي من النار زي ما نجى سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقال عن عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي أحياني حتى أرى من أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم عليه السلام. وكان يا مكان. حلقة جديدة من برنامج قصة على الماشي. شخصية النهاردة من التابعين، اسمه أبو مسلم الخولاني. تبدأ القصة معانا من اليمن بعد ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا معاذ بن جبل لليمن علشان يدعوهم للإسلام. فأبو مسلم اللي هو بطل القصة دخل الإسلام على إيد سيدنا معاذ بن جبل، ولكن بعد فترة ينتشر في بلاد المسلمين إن سيدنا محمد مريض مرض الموت. فمعاذ بن جبل يرجع إلى المدينة علشان يشوف سيدنا محمد. وأثناء مرض النبي في اتنين ادعوا النبوة، أول واحد كان مسيلمة الكذاب في اليمامة، وده اللي اتكلمنا عنه في حلقة براء ابن مالك، لو مشفتهاش هتلاقي اللينك بتاعها تحت الفيديو. وتاني واحد هو الأسود العنسي في اليمن، وده اللي هنكمل معاه النهاردة. فمسيلمة الكذاب علشان يقضوا عليه بعتوله جيش بقيادة خالد بن الوليد، واستشهد 300 من الصحابة في معركة اليمامة. كانت قصة كبيرة قوي زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. أما الأسود العنسي فكان عنده نفوذ وسلطة وكان عنده أتباع كتير، وكان لا يكل قوة عن مسيلمة الكذاب، ولكن في واحد بس اللي وقف قصاده وهزمه، وهو أبو مسلم الخولاني. تعالوا بقى نشوف ازاي. الاسود العنسي جمع قبيلته كلهم وكلهم اتبعوه، وكمان علشان كان غني جدا فابتدى يشتري الناس بالفلوس. فكان بيقول لهم: محمد بيخليكم تدفعوا فلوس اللي هي فلوس الزكاة، انا بقى هديكم فلوس. ومحمد بيامركم بالصلاة، انا بقى ما عنديش ولا صلاة ولا صوم، وهكذا. فالاسود العنسي عمل دين لذيذ جدا كده، ولا في صلاة ولا صوم ولا هتدفع فلوس، لا انت هتاخد فلوس والدنيا حلوة. فطبعا اتبعوا ناس كتير، وابتدى الاسود العنسي يروح من قرية لقرية ويبعت اتباعه في القرى علشان ينشر الدين بتاعه وعلشان الناس تتبعه. وكمان الاسود العنسي كان بيشوف المستقبل. ايوه يا عم، امال انت فاكر ايه؟ فكان بيبعت اتباعه في وسط الليل يتصنطوا على الناس ويعرف مشاكلهم. فلما كانت تيجي الناس تقابله فيقول له: انت مشكلتك كذا، شفت بقى ان انا بينزل عليا الوحي زي ما كان بينزل على سيدنا محمد؟ فطبعا الناس صدقت وبدا اتباعه يزيدوا، وبدات دعوته تنتشر لدرجه ان هي وصلت من صنعاء لحد عدن، وكانت اليمن حرفيا هتروح من المسلمين. فتخيل بقى ان ابو مسلم هيقف لوحده ضد الاسود العنسي، شاب فقير محدش يعرفه ولا حتى فقيه، ده كان لسه داخل في الاسلام جديد. ولكن ابو مسلم قرر ان هو مش هيسكت وان هو لازم يعمل حاجه. فكان بيعمل ايه؟ كان كل ما الاسود العنسي يروح قريه يستنى لحد ما يمشي، بعد كده يخش يذكرهم بالاسلام ويدعوهم للرجوع في الاسلام تاني. وابتدى يكون مجموعه من الشباب ويبعتهم للقرى علشان يرجعوا الناس للاسلام تاني. ولما كان يلاقي الاسود العنسي يلامم الناس علشان يدعوهم ان هم يؤمنوا بيه، فكان يطلع ابو مسلم ويرد عليه. فالاسود العنسي يقول: اين الجنه واين النار الذي يدعيهم محمد؟ فهنا رد عليه ابو مسلم وقال له: انا بعد ما اموت لو ما لقيتش جنه ونار فانا خسرتش حاجة، أما أنتوا لو متوا ولقيتوا فعلا إن في جنة ونار فأنتوا خسرتوا. وقال كلمته الشهيرة: والله لو رأيت الجنة عيانا والنار عيانا ما كان عندي مستزاد. يعني والله لو فتحت السماء وشاف الجنة والنار ما ازددت يقينا، فهو على يقين تام من غير ما يشوفهم. فمن كتر ثقته الناس كانت بتصدقه. فالأسود العنسي بعدها أمر أتباعه إن هم يقبضوا عليه، وقعد 6 شهور علشان يعرف يمسكه. فهو كان فقير ولا ليه بيت ولا حتة يقعد فيها، وكان عمال يتنقل من قرية لقرية لحد ما في الاخر قبض عليه فعلا. والاسود العنسي من كتر كرهه ليه قرر ان هو يعمل له بنيان من نار زي اللي اتعمل لسيدنا ابراهيم، وفعلا عمل بنيان كبير لدرجه الناس اللي كانت واقفه في اول القريه كانت قادره تشوف الدخان بتاع النار. وهنا الاسود العنسي جمع الناس كلهم علشان يوريهم جزاء اللي بيعصيه. فتخيل معايا بقى المنظر، الاسود العنسي قعد ووراه الناس كلها واقفه، وقدامه بنيان عظيم من نار، وجاب ابو مسلم ووقفه قدامه. فالاسود العنسي قال له: اتشهد ان محمدا رسول الله؟ فقال له: نعم اشهد ان محمدا رسول الله وخاتم النبيين. فالاسود العنسي يتضايق ويقول له: اتشهد اني رسول الله؟ فيقول له: انا اصم لا اسمع. فيتغاظ جدا ويقول له: اتشهد ان محمدا رسول الله؟ يقول له: نعم اشهد ان محمدا رسول الله واخر الرسل. يقول له: اتشهد اني رسول الله؟ يقول له: اني اصم لا اسمع. اللي هو انا مش سامع انت بتقول ايه اصلا. فهنا يغضب الاسود العنسي جدا ويقول: القوه في النار. فهنا ابو مسلم يقف بعلو صوته ويقول: اشهد ان النار لا تحرق الا بأمر الله، أشهد أن السيف لا يقطع إلا بأمر الله، أشهد أن الماء لا يغرق إلا بأمر الله. وفضل يرددهم وهو رايح على النار: أشهد أن النار لا تحرق إلا بأمر الله، وأشهد أن السيف لا يقطع إلا بأمر الله، وأشهد أن الماء لا يغرق إلا بأمر الله. ومن كتر قوته وثقته وهو بيقول كده وهو رايح للنار ورايح للمنظر العظيم ده، فالمستشارين بتاع الأسود العنسي خافوا وتهزوا من جوه. فراحوا للأسود العنسي وقالوا له: لو نجا من النار هلكت،
لانك هتبان كذاب قدام الناس، ولو مات من النار هيصبح بطل لان الناس اعجبت وتاثرت بطريقته، فخليه يمشي احسن لانك في الحالتين خسران. وهنا الاسود العنسي من كتر ثقه ابو مسلم خاف احسن ما يحصلوش حاجه فعلا من النار. متخيل انت الثقه بتاعت ابو مسلم دي كانت عامله ازاي؟ ويؤمر الاسود العنسي فعلا بفك قيوده وامر بطرده من اليمن. وهنا الناس حست فعلا بخوف الاسود العنسي، ده ما كانش الراجل اللي هم متوقعينه ولا فعلا نبي، ده خايف من شاب فقير ما حلتوش حاجه. وخرج ابو مسلم من اليمن وهو حاسس بالفشل وان هو ما قدرش يعمل حاجه، وقرر ان هو يروح المدينه علشان يشوف سيدنا محمد قبل ما يتوفى ويشوف معاذ بن جبل. ولكن وهو في الطريق يجي خبر وفاه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيخش المسجد النبوي ويبكي بكاء شديد على سيدنا محمد، فهو كان نفسه يشوفه. فعمر بن الخطاب شافه وهو بيبكي فقال له انت منين؟ قال له انا من اليمن. فعمر بن الخطاب ساله تعرف اخبار عن الشاب اللي الاسود العنسي كان عايز يحرقه؟ فرد عليه ابو مسلم وقال له هو بخير الحمد لله. فعمر بن الخطاب ذكي جدا، انت عرفت منين ان هو كويس وانت لسه واصل من السفر دلوقتي؟ انت جبت الاخبار دي منين؟ فعمر بن الخطاب قال له استحلفك بالله اانت هو؟ فرد عليه ابو مسلم وقال له نعم. فعمر بن الخطاب بكى بكاء شديد وقام واخده بالحضن وراح نادى على سيدنا ابو بكر اللي ساعتها كان هو الخليفه، وقعدوه قدامهم وقالوا له احكي لنا بقى بالتفصيل ايه اللي حصل. فبعد ما حكى لهم القصه قال سيدنا عمر بن الخطاب الحمد لله الذي اراني في امه محمد ما صنع به كما صنع بابراهيم الخليل. وهنا عمر بن الخطاب قال لابو مسلم قال له انت تعرف ايه اللي حصل للاسود العنسي بعد ما انت مشيت؟ فقال له لا انا ما جاتليش اخبار من ساعه ما اطردت من اليمن. فقال له انت بعد ما اطردت اجتمع عليه اصحابه واتباعه وقتلوه وقالوا صدق الشاب وكذب العنسي، وانتهت فتنه اليمن وعادت اليمن الى الاسلام على ايد شخص واحد بس هو ابو مسلم الخولاني. لسه القصه ما خلصتش، رايح فين؟ اصبر عليا. بعد كده رجع ابو مسلم وسيدنا معاذ بن جبل الى الشام واستقر هناك، وبعد كده توفي سيدنا معاذ بن جبل فحزن عليه حزن شديد جدا، وتفرغ ابو مسلم للعباده والغزوات. ومن كتر العباده بتاعته الناس كانت بتقول لو قيل لابي مسلم غدا يوم القيامه ما استطاع ان يزيد من عمله شيئا، لو قالوا له بكره يوم القيامه مش هيقدر يزود حاجه ثانيه في عمله، فهو بيعمل كل حاجه. وتوفى ابو مسلم وهو صائم وبيقرا قران ورايح يجاهد، رحم الله شهداء المسلمين. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واستنانا الاسبوع الجاي في قصة جديدة. وما تنساش تتفرج على القصص اللي فاتت، هتلاقيها على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك، وكمان ممكن تتابعنا على الانستجرام وعلى تويتر، واعمل بقى شير ولايك للحلقة. وشكرا.